بلوج ميدل ايست تورونتو. مرحبا. اليوم عندي خبر كتير كتير حلو. الممثل اللبناني المشهور المعروف اللي كلكم بتحبوه بديع ابو شقرة اللي كلنا عم نحضره هلأ باخر مسلسل له ستيلتو حيكون موجود بكيتشنر. نحن عنا الفند ريزنج بالامتي سبيس بكيتشنر اونتاريو بريجستر تياتر بواحد الشهر، اخر عرض لمسرحية لاست 15 سكندز من بعد 12 سنة تورينج بكندا وحول العالم. December 1st مسرحية اسمها The Last 15 Seconds آخر 15 ثانية، وهيدي المسرحية هي in honor of مجدي بومطر اللي أسس الـ Empty Space Theater اللي موجود بكيتشنر. أتمنى تجوا وتشاركوا بهيدي الفندريزينج وتتعشوا معنا. متمنى تكونوا كتار وتحضروا وتشجعونا ونشجعكم. والمسرحية هي فاندريزر لبيرسري لنيو اميجرنت ارتست اميرجينج ارتست اللي بيلتحقوا بالامتي سبيس. كل سنة عم يعطوا بيرسري لون ارتست. سو التيكت حيكون $100 فور وان بيرسون او 175 فور تو بيبل. ذس انكلودز المسرحية، وافتر ذا مسرحية وي جو اكروس ذا ستريت تو ديسكس ذا مسرحية، تو ايت ان ا كوميونيتي سنتر، ذي هاف ا بوتلوك دينر، واكيد اكيد لتتعرفوا تتحدثوا مع بديع ابو شقرة. سو كونوا كتار ومنشوفكن بديسمبر 1. Let's go.